فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما تظهر على الشاشة بعد قليل، أو الآن ظهرت على الشاشة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق والذي ضاق الوقت عن الإجابة عليها. عندي الأخت أم مالك من بريطانيا سألت سؤالين. في سؤال الأول تقول بأن تتناول أدوية في تأمين دال، تقول لأجل الحمل، وتبين بأن فيه جيلاتين. تقول هل علي إثم خاصة وأنني مضطرة إلى تناول هذه الأدوية؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة لي يعني الأدوية ينبغي على الإنسان أن يحرص أولا على معرفة نوع هذه الأدوية وأيضا مغلفات هذه الأدوية حتى لا يتناول شيئا محرما. الأمر الثاني بالنسبة للجيلاتين، إذا كان مأخوذا من حيوانات ذبحت ذبحا شرعيا وهي من المباحات، فإن هذا مما لا بأس به كما نص على ذلك أهل العلم. أما إذا كانت تؤخذ من الميتة أو من الخنزير فإن هذا محرم. فيا أخت الفاضلة، أنت ارجعي إلى الطبيب، حاولي الآن، ولله الحمد هناك يعني جهات متعددة الآن تسعى إلى قضية استعمال الجيلاتين الحلال، تسعى إلى استعمال حتى مغلفات الأدوية بحيث تكون يعني مباحة وحلال وليس فيها أدنى شبهة. فارجع إلى الطبيبة وأقرأي أنت في الأدوية التي عندك، شوفي إيش ماذا تشتمل عليه. إذا كنت مضطرة اضطرار بحيث أنه ما يوجد إلا هذا وحياتك معرضة للخطر إذا ما تناولت هذه الأدوية، فإن هذا مما لا بأس به على القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. وأيضا في كلام لأهل العلم في قضية الاستحالة، استحالة العين النجسة، هذه يعني مسألة فقهية مبحوثة، فلكن احرصي على أن تبتعدي عن هذه الأشياء حتى تجدين يعني إذا وجدت الشيء الحق، وإذا ما وجدت ليس عليك شيء في مثل هذا الأمر. طيب، نعم تفضل أختي أم محمد من السعودية. أم محمد عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. سمعت سؤالك قبل يوم فيها، أنا أصلي الظهر البعدية والقدمية، فقلت بها يا أم محمد. أم محمد الله يرضى عليك، الصوت عندي مو واضح، اخفضي على التلفزيون الله يرضى عليك. أنا ما عندي تلفزيون، بقى المجلس والله بعيد. إيه بس الصوت مو واضح، أعيد السؤال شوي. أقول لك الله يرضى عليك. إيه تفضلي. ألو. إيه تفضلي. ايوه تفضلي. سمعني. اي تفضلي. اقول لك اصلي 4 ركعات، قد اصلي الوضوء ركعتين، انا سمعتك تقول صلي الوضوء ركعتين، اصلي الوضوء ركعتين اي، واصلي بعدها 4 ركعات، واصلي البعديه بعد الاربع الظهر، والقدميه قدام الظهر، يعني جائز يا شيخ؟ طيب ابشر يا محمد. السؤال الثاني. السؤال الثاني، اللهم صل على محمد. قولي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني والله إني نسيت هذا. يلا ما خالف، إذا ذكرت التصلي. مرحبا أختي. أيوة بس أشعرني هذا الخبر، الله يرضى عليك إن شاء الله. يا أبشر إن شاء الله. أبشر. مرحبا. تفضل كمال معانا. كمال من فرنسا معانا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا اتصلت أني فني سؤال سابق يختص بتقويم وقت الصلاة، لكن الحقيقة أني أخطأت في العبارة، فأعيد بوضوح إن شاء الله. تفضل. هنا تقويمتان، أحدهما وهو الغالب في مساجد فرنسا يؤخر صلاة الفجر ويقدم صلاة العشاء، والثاني وهو الذي أسسه المجمع الفقهي في مكة يخالف الأول في الفجر والعشاء. أما الفرق بينهما يعني هنا حالتان، الحالة الأولى وهو أكثر ما يقع في السنة، الفرق بينهما يكون كبيرا فيبلغ ساعة ولا ساعة ونصف. والحالة الثانية وهو أغلب ما يقع في الشتاء، يوقفون وقت صلاة الفجر وصلاة العشاء، يا كمال كمال، فقد يكون الفرق بينهما دقيقة ولا أقل من دقيقة ولا يا كمال كمال، بارك الله فيك. هل يعقل بالنسبة لصلاة الفجر أن يكون هناك ساعة ونصف ولا يتبين هذا الأمر؟ نعم، كيف؟ بصلاة الصبح الفرق بين التقويمتين قريب من نصف ساعة. لا، أنت قبل أي؟ أما العشاء فالفرق يزيد عن ساعة. طيب يا كمال، أبشر إن شاء الله، بتكلم معك في هذا. عندك سؤال آخر؟ نعم، تفضل. هنا في المسجد رجل يعطي درس قبل الجمعة، قبل الخطبة في الجمعة، هل يجوز هذا؟ وإذا كان غير جائز بماذا نشتغل؟ هل نستمع إليه ولا؟ طيب يا أخي الفاضل، أبشر إن شاء الله، أبشر. جزاكم الله خيرا. مرحبا. تفضل أم محمد من العراق. أم محمد، من خلاص راحت؟ طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم مالك أيضا في سؤالها الثاني من بريطانيا، تسأل بالنسبة للزكاة، تقول يعني هي موجودة في بلد والنقود في بلد، فيعني هل يلزم أن نزكي في البلد الذي فيه النقود أم أزكي في البلد الذي أنا فيه؟ يا أخت الفاضلة، هو الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما بعث معاذا إلى اليمن، قال وأخبرهم أن عليهم صدقة، في يعني زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فالأصل أن الإنسان يزكي في بلده، ما ينقل الزكاة إلى بلد آخر إلا إذا كان هناك حاجة، إلا إذا كان هناك أزمة، إلا إذا كان هناك ضرورة مثلا، ما في بأس. وهذا ليس على سبيل الشرطية، وإنما هذا على سبيل الاستحباب كما ينص على ذلك كثير من أهل العلم. فيا أخت الفاضل، إذا ما استطعت تزكين في بلدك، زكي في المكان الذي أنت فيه، أخرج الزكاة بارك الله فيك بمثل هذه الصورة. عندي الأخت أم محمد من السعودية، عفوا، عندي الأخ جمال من ألمانيا بالأمس، يقول بأنه يذهب فيصلي في مسجد من مساجد المسلمين، يقول فيعني بعد الصلاة يكون هناك تسبيح جماعي وقراءة الفاتحة وشيء من هذا القبيل، يقول ماذا أفعل في مثل هذه الصورة؟ يا أخي الفاضل، بارك الله فيك ورزقنا الله وإياك اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، معلوم بأن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا خلاف فيه، أكمل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاءنا بهذا الدين، يعني الله جل وعلا بعثه بهذا الدين، ففصل هذا الدين كما شاء ربه جل وعلا وكما أراد ربه جل وعلا، إباحة وندبا وتحليلا وتحريما، حتى تمت سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل زيادة في الدين فهي من البدع والمخالفات. فننظر في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الصلاة يقول أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ فيعظم الله ويقدس الله جل وعلا، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ثم يبدأ يعظم الله، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، أو يقول لا إله إلا الله، ثم يقول 10 مرات في أحيانا بعد الفجر وبعد المغرب، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، حث على ذلك سواء بعد الصلاة أو في وقت آخر. ما عرف أبدا ولا حفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الفاتحة بعد الصلاة أبدا،
ما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع أصحابه ثم يبدأون يذكرون الله ذكرا جماعيا، أبدا ما حصل شيء من هذا القبيل. ولذلك يا أخي الفاضل الحمد لله الذي من عليك بالهداية والسنة والاتباع، هؤلاء حاول أن تنصحهم قدر المستطاع، إن استجابوا الحمد لله وإن لم يستجيبوا فقد أديت الذي عليك، واحرص على أن لا تشاركهم في مثل هذه الأشياء. طيب تفضلوا تفضلوا تفضل أم حميد. أم حميد من الجزائر. أم عبد الحميد من الجزائر. أم عبد الحميد تفضل يا أختي أم عبد الحميد. شكرا. السلام عليكم. فضلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الشيخ، أنا رزقت بمولودي ثاني في رمضان الماضي الحمد لله، وأفطرت تقريبا كل رمضان. نعم. ولما سأل زوجي شيخ المفتي هنا قال له أنه بإمكاني أن أعطي فدية بدل القضاء. نعم. على أساس أني كنت أرضع، ولكني الآن تقريبا لا أرضع، يعني هل هذا صحيح أو لا يا شيخ؟ طيب شكرا. أبشر يا أم عبد الحميد. تفضل أبو علي النرويج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل أخي تفضل. السؤال الأول، اللي الأيام اللي في رمضان اللي ما صامها الإنسان، هل يجوز إنه يصومها بالأيام هاي الجاي، يعني أي وقت لها يوم محدد مثلا؟ طيب. والسؤال الثاني، أنا اتصلت عليك أول امبارح، وبالنسبة للمواعيد الصلاة بالنرويج حكيت إنه صلاة الجمعة هل يجوز إنه إذا دخل عليها العصر يجوز أم لا يجوز بصلاة الجمعة؟ نعم. أبشر يا أبو علي. لأنه بين العصر والظهر تقريبا 7 دقائق 10 دقائق. كيف 3 دقائق بين العصر والظهر؟ 7 دقائق. إيه. يعني الآن إذا لما نصلي الجمعة وإحنا بصلاة الجمعة يدخل صلاة العصر. طيب يا أبو علي أبشر إن شاء الله. شكرا لك يا شيخ. مرحبا أبو علي. مرحبا. تفضل أم محمد العراق. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بلد، احنا هل يجوز وضع القرآن الكريم في غرفة النوم الزوجية؟ نعم. والسؤال الثاني، أختي زوجها انقطع، فما نعرف حتى يعني شنو شلون نضعها، يعني شو تسوي من حيث النهار، يعني هما بيناتهم بس عقد الزواج، يعني بعد ما داخل بيناتهم. هو توفي أختي، هو توفي ولا طلق؟ لا والله قتل. نعم انقتل. ها يعني ما دخل بها، بل بيناتهم يعني عقد الزواج. هو عقد عليها وما دخل فيه. ما دخل عقد في عقد بس ما دخل بها. طيب يا محمد أبشر إن شاء الله. نعم. وشيخ بلا زحمة، هل يجوز قيام في أيام عيد الفطر وأيام عيد الأضحى لو إلا بعد العيد؟ طيب يا أم محمد شكرا جزيلا، جزاكم الله ألف خير. مرحبا أختي. تفضل أم زين العراق. أم زين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الله يخليك، أنا واقعة بمشكلة وأريد رقمك الخاص. طيب ارجع أختي للكنترول إن شاء الله يعطونك، أعطوها الرقم بارك الله فيكم. نعم معنا أحد. انتصار تفضل. انتصار من فجيرة. تفضل اختي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ. مرحبا اختي، اهلا وسهلا. انا صليت المغرب في الفجيرة، مرة الفجيرة، وكنت طالعة على دبي. ايه. فالعشاء كيف كان، يعني كيف اصلي العشاء؟ ولو سمحت يا شيخ دائرة رقمك الخاص، بس عندي سؤال خاص. طيب أختي أبشر إن شاء الله، أرجع الكنترول إن شاء الله يعطونك معنا. ها أكيد أم حميد. تفضل أم حميد. عليكم يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. يا شيخ عندي سؤالين. تفضل أختي. السؤال الأول، عندي الوالدة تحفظ القرآن. أي زين، بس في كلمات من في القرآن ما تقدر تنطقها صح. إيه؟ يعني هل في حساب ولا لا؟ يعني هذا أول سؤال. ثاني سؤال، عندي حرمة كانت حامل لها 20 يوم.
إيه؟ فهي مو بمن خاطرها تحمل انزين، فقالت تمت تدعي، قالت اذا له يعني في خير هتحمل يتم، اذا ما في خير الله ينزله. وهي كانت متعمدة تشل شيء ثقيل عشان ينزل يعني. بس هالسؤالين، نزل ولا لا؟ نزل. هو كم عمره؟ يعني لها 20 يوم. يعني الحمل عمره 20 يوم؟ هي. طيب أم حميد أبشر إن شاء الله. نكتفي؟ نشكر يا سيدي، بارك الله فيك، نكتفي. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم محمد من السعودية، طبعا سألت، هي تقول هي تصلي بعد الوضوء ركعتين، ثم تصلي 4 ركعات قبل الظهر، وتصلي 4 ركعات بعد الظهر. تسأل تقول هل هذا صحيح؟ نعم يا أم محمد، أسأل الله تعالى أن يثيبك وأن يكثر من أمثالك وأن يزيدك حرص. طيب المرأة تحافظ على هذه السنن وهذه المستحبات وهذه الصلوات. سبحان الله العظيم، شيء يفعل الإنسان شيء قليل يؤجر عليه الأجر العظيم والثواب الكثير. إذا توضيت صلي ركعتين، هذه سنة الوضوء مستحبة هذه، ثم صلي 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين ركعتين هذه قبل الظهر، واليمنك صليت الظهر وقضيتي، صلي ركعتين بعد، هذه راتبة الظهر، ثم صلي بعدها 4 أفضل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. فالركعتين اللي بعد الظهر هذه راتبة تبع الظهر، وصلي بعدها 4 ركعات ركعتين ركعتين. طبعا أم محمد قبل شوي نسيت السؤال وقالت اللهم صلي على محمد. لا، هو الأصل يا أختي محمد، هذا تنبيه طبعا، الإنسان إذا نسى شيء يقول لا إله إلا الله، لأن الله تعالى ذكر هذا في القرآن وجاء في سورة الكهف، جاء ذكر هذا في سورة الكهف. أما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فهذا غير ثابت، ورد في بعض الأحاديث لكن لا تصح أبدا. يعني إذا نسي الإنسان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ما في شيء من هذا، وإنما الإنسان إذا نسي شيء يقول لا إله إلا الله. الأخ كمال من فرنسا، طبعا هو سأل قبل أيام سؤال حول قضية التقويم، عندهم تقويم المجمع الفقهي وعندهم تقويم البلد نفسهم في فرنسا، يقول هناك فرق كبير. طبعا المرة الماضية قال دقيقتين أو دقيقة، الآن لا، قال لا هناك فرق كبير، يعني أحيانا بين الفجر مثلا يؤخرون الفجر ويقدمون العشاء بالنسبة للتقويم اللي في فرنسا. وفي بالنسبة للمجمع الفقهي يقول لا، في فرق كبير، حتى ذكر ساعة ونص تقريبا في صلاة العشاء ونصف ساعة تقريبا في صلاة الصبح. فيسأل الحكم، يا أخي الفاضل، بالنسبة لصلاة العشاء الأمر فيها أهون لأن وقتها واسع، صلاة العشاء، يعني لو أخروا صلاة العشاء أهم شيء لا يقدمونه، لأن صلاة العشاء يبدأ وقتها من انتهاء وقت المغرب، وانتهاء وقت المغرب يكون بغياب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر بدأ وقت العشاء، وقتها طويل، ينتهي بنصف الليل، وهذا الوقت الاختيار، ووقت الاضطرار إلى أذان الفجر، هذا يسمى وقت الاضطرار، فكله محل الصلاة. أما الفجر الخطورة هنا، فإذا أخروا أذان الفجر، أذان الفجر أخروا نصف ساعة، فلا شك بأنهم يعني أخطأوا خطأ كبيرا، لأن هذا بالنسبة للصائم إذا أكل في مثل هذا الوقت سيكون قد أكل في النهار، وبالنسبة للصلاة قد يكون فيها تأخير يعني كبير جدا. يعني إذا أذن بعد نصف ساعة ثم ينتظروا نصف ساعة حتى يقيم الصلاة، أو 20 دقيقة أو 25 دقيقة، يكون الوقت واسع جدا. فيا أخي كمال بارك الله فيك، انصحوا، بينوا، وضحوا، راسلوهم، عرضوا عليهم تقويم المجمع الفقهي، يعني لابد يكون هناك توافق. إذا كان عندهم هم أدلة، عندهم براهين على أن تقويمهم سليم، يعني ممكن قد يكون هم يكون عندهم شيء من هذا. فحاولوا أن تحاوروهم وأن تناقشوهم وأن تعرضوا الأمر عليهم، لأن هذه مسائل دين. يعني ما أعتقد بأن إنسان يرضى بأن تكون صلاة الناس مشكوكا فيها فضلا أن تكون باطلة أو 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 يعني فيها شيء من الخلل. وهؤلاء سيتحملون، كل من شارك في هذه اللجان سيتحمل أمور الناس أمام الله جل وعلا، وسيسأله الله جل وعلا عن هذه الأمور. نعم. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. كمال أيضا من فرنسا يقول هناك عندنا مسجد يجلس رجل قبل خطبة الجمعة فيبدأ يعني يلقي درس ويلقي موعظة قبل خطبة الجمعة، يقول ما العمل وما على وبماذا يشتغل الإنسان؟ يا أخي الفاضل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجميع قبل يوم الجمعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم
عن أن يجلس الناس وأن يتحلقوا وأن يجتمعوا قبل صلاة الجمعة، فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الفعل بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحليق قبل يوم الجمعة، والتحليق أن يكون الناس حلق ويبدأ يتحدث شخص يعظهم أو يذكرهم أو كذا. لماذا إذن؟ ما الفائدة من خطبة الجمعة؟ ولذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس قبل يوم الجمعة، عفوا قبل خطبة الجمعة، وما كان أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا هؤلاء الخلفاء الراشدين كان يجلسون ويتحلقون قبل الجمعة أبدا، كان الجلوس بعد الجمعة، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس بعد الجمعة، أما قبل الجمعة فهذا مما يعني نهي عنه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والمشروع في حقك يا أخي الفاضل أن تشتغل بقراءة القرآن أو تشتغل بالتسبيح أو بالصلاة مثلا، هذا الذي ينبغي لك. الأخت أم عبد الحميد من الجزائر تقول بأنها رزقت بمولود في رمضان الماضي وأفطرت رمضان كله، تقول زوجها سأل أحد الأشخاص فقال عليها الكفارة فقط وليس عليها القضاء، تقول الآن أنا يعني قادرة على الـ 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 القضاء. يا أخت الفاضل، هذا الذي أفتى زوجك هو يأخذ بأحد الأقوال بالنسبة للمرأة المرضعة، أنت ما أدري كنت تقولين بأنك ولدت مولودا في رمضان، طبعا يقولون بأن المرضع ما تقضي وإنما تكفر، هذا قول لبعض العلماء وهو قول ضعيف، وإن كان فيه فتوى عن بعض الصحابة رضي الله عنه، إلا أن جماهير الصحابة وجماهير العلماء على أن المرأة الحامل أو المرضع إذا أفطرت في رمضان لزمها القضاء. بعض الفقهاء يفرقون، إذا أفطرت لأجل الحمل تقضي وتطعم، وإذا أفطرت لأجل نفسها لأجل كونها تتعب فإنها تقضي فقط، والصواب بأن ليس عليها إلا القضاء فقط. فيا أخت الفاضل أنت عليك الآن القضاء، قضاء هذا الشهر كاملا، بارك الله فيك. نأخذ هذه الاتصالات. من؟ فضل هاجر. السلام عليكم، يا تسمح لي ان ناديك ابي؟ تفضلي اختي تفضلي. انا سعيده جدا يعني عشان كلمتكم في مع المباشر. أهلا عندي سهل. بعض الاسئله لو سمحت يا ابي. تفضلي اختي. ان نحن قاطنين بفرنسا واشترينا شقه بالقرض. ايه سألت بعض الشيوخ في الجزائر، احنا من الجزائر اصلا من الجزائر، قالوا لنا لا باس بكم لان مضطرين ان تسكنوا. نعم. واحنا الان ساكنين في هذا البيت وفكرنا ان نبيعه لا ليس لنا مكان اخر باش نسكن فيه. نعم. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، نحن ناويين ان شاء الله باذن الله نحج، هل حجنا جائز رغم ان لدينا قرض تاع البيت نستلكه كل شهر؟ واضح. نعطي جزء القرض. نعم واضح. السؤال الثالث، امي مقاطعه اختها وهذه خالتي عندها بنت مريضة ومحتاجة لأن تجي إلى فرنسا لكي تعالج، أنا عرضت عليها أن أساعدها وأن أسكنها عندي وتكفل بمعالجتها وكل ما يلزم، وأمي قالت لي لو تمد المساعدة إن عليك فاد كما احنا نقوله دعوة شر، ما أكلمك ولا تكلميني، وأنا خائفة أن أكون عاقة لوالدي لو ساعدت خالتي أكون عاقة لوالدتي. نعم. هذا. والسؤال الثالث، نحن مقيمين في فرنسا، هل تعتبر هجرة أو لا؟ طيب. أو لابد أن نعيش في بلد مسلم، مع العلم أن في الجزائر زوجي ليس لنا لو سكن ولا عمل. وهل طلب العلم يكفي بمشاهدة دروس على الشاشة؟ أنا أتابع الشارقة وقناة إقرأ، هل بمتابعة هذه الدروس أكون أطلب العلم وهل لي جزاء في هذا الطلب العلم؟ مرحبا أخت هاجر، أهلا وسهلا. وهل حبوب، السؤال الأخير إن سمحت يا أبي، هل حبوب منع الحمل محرمة ونجاف سوف نتعاتب عليها؟ واسمح لي على أن لا أتكلم عربية. طيب طيب يا هاجر، نفع الله بك، مرحبا مرحبا. من؟ شذا تفضلي. شذا. نعم تفضلي. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت الشيخ عندي كذا أسئلة وطلبت من حضرتك الله يسامحكم عليك. تفضلي أختي. نعم. بالنسبة للأربع ركع قبل العصر هي ليست من السنة الباطلة، يعني جائز أصليها قبل أذان العصر. طيب. وبس غدا اليوم الجمعة يعني سماحة الشيخ يعني ينفي عن الوضوء، إن كان ينفي عن الوضوء هل يعني بالصلاة يعني مثل الوضوء؟ غسل الجمعة؟ غسل الجمعة يعني. طيب. الجمعة بغسل. طيب. يعني هم يصلي بعدين ركعتين يعني بعد صلاة الوضوء. طيب. والسؤال الثاني يعني دائما نحن نقرأ في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم مثل الكفار سماحة الشيخ، ويعني إن شاء الله يعذبهم إن شاء يرحمهم، يعني كله بمشيئة الله. يعني أنا سألتني إحدى الصديقات قالت يعني إن الله يعذبهم وهو جعل على قلوبهم أكنة وأغلفة، ويعني مثلا قيد لهم شيطانا وقرينا يعني يزهم عن يعني للمعصية، يعني إذا هو من مشيئة الله ليش يعذبهم؟ يعني إذا هو ختم على قلوبهم يعني أريد توضحني هاي. طيب أبشر إن شاء الله. أبشري. أيه. الله يحفظك. السؤال الثالث يعني بالنسبة للسائل اللي يطرق الباب يعني مثلا يعني إذا أقوى يعني مثلا إحنا نقوم مثلا فلوس وإذا أقوى مواد مثلا يعني مواد يعني أكل مثلا روز أو فتشي نمطي، يعني ذاك اليوم كان بيطلب يعني مادة النفط يعني سماحة الشيخ للتدفئة، يعني هو إحنا مو ما عندنا بس يعني أنا قدر يعني إحنا اللي نحصله وبصعوبة نحصله، يعني لازم إحنا نروح للمحطة وما أعرف شو، فمنطقة عام يعني هو كان أكو موجود منطقة بس اللي يعني روز منطقة حتى طحينة منطقة مبلغ من المال يعني. طيب يا أختي هذا أبشر إن شاء الله أبشر. وطلبي سماحة الشيخ يعني لا متنزح، إحنا يعني صار نتيجة ما عندنا كهرباء مستهلك عن كل الحلقات اللي طلعت، يعني أريد يعني باشر الحلقة يعني بمناسبة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنيكم طبعا وهني الكادر والأخوة العاملين مع كل المسلمين لهذا المولد الشريف، يعني أنا تخصصها على الرسول عليه الصلاة والسلام. يسر الله يا أختي. يعني حياتي الاجتماعية سماحة الشيخ. أبشري يعني إن شاء الله سنخصص إن شاء الله حلقات كاملة عن النظام، نكتفي بهذا القدر، نكتفي ما في وقت. من أعطوني عطل من تفضل أم خالد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام يا شيخ. أنا حلفت اليمين مو يمين، حلفت أيمن. ها؟ حلفت أنا تقاطعيت يا واحدة من الأهل. إيه. ويعني حلفت لا أدخل بيته ولا تدخل بيتي. إيه. ولو الجنازة طلعت من بيتي ولو طلعت من بيتي يعني ويعني يمين وايد ما الحمد. طيب. مأساة. فالأمس يعني دخلت علي هاي الإنسانة. إيه. واستسمحت مني وسامحت. أيوة. فشو علي على هاي؟ وانت قلت انت حلفت انك ما تدخل من بيته، هي لا ادخل بيته ولا هي تدخل بعد بيتي. اها طيب يا ام خالد تسمعين الجواب ان شاء الله. ابشر ان شاء الله. طيب ارجع اسمحوا لي لان الوقت حقيقه ادركنا. طيب عندي الان ارجع الى الاسئله. الاخ ابو علي من النرويج يقول الامام عندنا في رمضان يقول عنده ايام من رمضان قضاء، هل يجوز أن يقضيها الأيام أو في مكان أو في زمن معين؟ يا أخي الفاضل ليس هناك زمن معين لقضاء أيام رمضان، عندك من شوال إلى شوال، عفوا من شوال إلى شعبان، كل هذا وقت للقضاء، هذا وقت موسع، في شعبان يعتبر مضيق، لابد يجب عليك أن تقضيه في شعبان، إذا دخل عليك شعبان يجب عليك أن تقضي، خاصة إذا كان أيام كثيرة، أما قبله فيعني هذا على الإباحة وليس على الوجوب، لكن الأفضل إنسان يبادر إلى القضاء. بارك الله فيك. أبو علي يقول بالنسبة لمواعيد الصلاة في النرويج بالنسبة لصلاة الجمعة يذكر حقيقة يقول بأن 7 دقائق بين الظهر والعصر، يعني بالنسبة لصلاة الجمعة يقول لو دخل وقت العصر ما الحكم؟ يا أخي الفاضل بالنسبة للجمعة إذا صلى في وقت الظهر ثم استمرت ودخل وقت العصر ما عليكم شيء، خاصة أنتم في هذه الدول فعلا مثل ما ذكرت الأوقات عندكم يعني قصيرة وعندكم حالة خاصة، فأهم شيء يبدأ في وقت الظهر، وينبغي على الإمام أن لا يطيل، يعني يكفي الخطبة 5 دقائق 4 دقائق ويصلي، ما في حاجة إلى الإطالة. بارك الله فيك. بالنسبة لي ما تذكره من الصلوات السنة وكذا تصليها، بنتصلي بعد الجمعة ركعتين ثم بعد ذلك تقومون فتصلون العصر.
أم محمد من العراق تقول: هل يجوز وضع القرآن في غرفة نوم الزوجية؟ نعم يجوز، وما في بأس، ما في حرج أبدا، وليس في هذا أي نوع من أنواع الحرج. تقول أم محمد بأن أختها عقد عليها زوجها وقتل رحمة الله عليه، تقول: ما يعني الذي عليها وما الذي لها؟ أخت الفاضل، الذي لها أنها تستحق المهر كاملا، الذي لها أن تستحق أنها تستحق المهر كاملا. الذي عليها العدة تعتد 4 أشهر و10 أيام، تعتد 4 أشهر و10 أيام، بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول: هل يجوز صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى؟ لا يا أخت الفاضلة، بإجماع العلماء يحرم صوم يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر يوم واحد، اليوم الثاني يجوز صيامه، يعني يحرم اليوم الأول. عيد الأضحى اليوم الأول وثلاث أيام ما يجوز، إلا لمن لم يجد الهدي في مكة فإن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال بعض العلماء: لو صامها في أيام التشريق الثلاثة التي بعد العيد قالوا يجوز، وبعض العلماء كره ذلك، والمقصود بأن أيام العيد محرم صومها، بارك الله فيك. انتصار من الفجيرة قالت بأن صلت المغرب في الفجيرة وهي ناوية تذهب إلى دبي، كيف تصلي العشاء؟ تصلي العشاء في الطريق يا أخت الفاضل، أو تصلينا في دبي وتصلينا ركعتين، لأنك أنت مسافرة بمثل هذا الحال، ما تصلينا في الفجيرة، ما دمت صليت المغرب في الفجيرة ثم مشيتي ما تصلينها مع المغرب، تصلينا وأنت في الطريق، أو إذا وصلت دبي تصلينها ركعتين. أم حميد من العين تقول: الوالدة تحفظ القرآن لكن عندها بعض الكلمات ما تستطيع أن تأتي بها، صعبة عليها، هل تأثم؟ لا يا أختي الفاضلة ما تأثم، لكن تحاول، قولي لها تحاول ولها أجران كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أم حميد تقول بأن هناك حرمة كانت حامل لمدة 20 يوم ودعت الله، إن كان في خير يسر وإن كان في غير ذلك نزله، تقول نزلته، كانت تحمل شيء ثقيل، ماذا عليه؟ ما عليه شيء، لكن ينبغي للمرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله، فما دام أنه وجد حمل أن ترضى به، وجد حمل ترضى به، لكن عموما ما دام كان عمره 20 يوم ما عليه شيء في مثل هذا. هاجر من فرنسا سألت مجموعة أسئلة طبعا، تقول بأنهم يقطنون في شقة في فرنسا اشتروها بالقرض عن طريق البنك، ويعني قالوا بأن بعض العلماء قال لهم يجوز ذلك لأن هذا ضرورة. يا أختي هاجر، لا يجوز للإنسان أن يشتري بيتا ولا سيارة ولا أثاثا من الربا، هذا كله محرم ولا يجوز، ومسألة البيت ليس من الضروريات وإنما من الحاجيات. الضرورة هي أن يكون الإنسان في حالة إذا لم يتناول هذا الشيء مات وهلك، وأنت في البيوت ليست ضرورة وإنما حاجة، يستطيع الإنسان يسكن بالأجار ويستطيع يسكن يعني طرق كثيرة، ولذلك هذا الفعل محرم ولا يجوز، وعليكم التوبة والاستغفار من هذا الأمر. تقول هاجر: ناوين الحج وعلينا هذا القرض، حجنا صحيح؟ نعم الحج صحيح إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، وما ما ما القرض هذا ليس له علاقة، حجكم صحيح بإذن الله، حتى لو كان عليكم قرضا ربويا فحجوا واستمروا في الحج بارك الله فيكم. هاجر تقول بأن أمها مقاطعة أختها، ويعني خالتها هذه عندها بنت مريضة وتحتاج أن تأتي إلى بلدها، إلى بلد الأخت هاجر، تقول والوالدة رافضة، تقول إن استقبلتيهم ما أكلمك ولا تكلميني، تقول أنا خايفة من قطيعة الرحم. يا أختي هاجر بارك الله فيك، حاولي أن تصلحي بين الوالدة وبين خالتك، حاولي اجتهدي في ذلك، بين لها فضل صلة الرحم، بين لها خطورة القطيعة، اجتهدي على مثل هذا فهو أولى، عالج المرض، أصل المرض الموجود وهو القطيعة عالجي بارك الله فيك. وإن كان الوضع يعني الآن خالتك مضطرة تأتي والوقت قصير، شوفي يعني جهة ثانية مثلا، ساعدي جهة ثانية، ساعدي أشخاص آخرين يستقبلون خالتك حتى تحافظين على والدتك، وأيضا تكسبين الأجر في مساعدة خالتك بارك الله فيك. مرة ولا دقيقة، أعتذر أخت هاجر، باقي أيضا الأخت شذا وأم خالد، المخرج يقول ولا دقيقة، ولذلك إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى أكمل بقية الإجابة على الأسئلة. أشكر الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق.